لك شو عم تحكي انت؟ انا ما بقدر خلي وحده من هالمستوى هاد تقعد لحظه وحده بهذا البيت. طالع من هون فورا بسرعه سيدهار، طالع من هون. تعال لهون، خذ هالاغراض على غرفه الضيوف وجيب لي كاسه مي بسرعه. حاضر. وقف سيدهارت، لك شو انت جنيت ابني؟ اللي بتجيب هيك عالم على البيت ايمت ما بدك؟ شو نسيان انه هذا بيت وانه مانو ميتم؟ وبعدين نحن ما منعرف مين ابوها. فوت الاغراض يلا. انت صايرة عم تنسي على كبار، نسيتي شو سمعتي؟ ابوها لروشني بيكون ابوهم. انت نسيان، هذا الاب كان مو منيح ابدا، وانا ما رح خلي هالبنت مين ما كانت تضل هون بهالبيت. نحن هون عيله محترمه سيدهارت، فهمت؟ شو بدنا نعمل هلأ بابا؟ يعني وين بدها تعيش أختي؟ لا تزعلي حبيبتي، هون. شو؟ عايشة بنتي، هذا بيت أبوكي وبيكون بيت جدك، وبما أنه أهلي موافقين فما في داعي أني أخذ رأي أي حدا.